نبدأ بدلع، يلا ندلع بينا مصر الأول، هي تستاهل تدلع ندلعك. شوية. طبعا تستاهل تدلع. يا أم المخدة تافتة بمبي، اتمطعي يا مصر والتوبي، واصحي من نفس اللي عشقك مرة بدري، جاك الربيع واحنا في يناير، قومي بدلع من فرشتك يلي تتلفي في حراير. يا أم النفس عالصبح عنبر، البسيني خف أحمر قد رجلك، مادام بخاطري أشيلها عنك خطوتك ويلد حملك. زقي الستاير زقي الستاير، خلي نور الصبح يلمح طلتك، سيبي الهوى الطاير يعاكس قصتك ويحلي أكتر ما انت حلوة يا حلوة شكلك. لفي الملاية لفي الملاية، اتمخطري على شط نيلك، وشاوري للشمساية تتصربع تجيلك، وانتي على أقل من مهلك. حلي الضفاير حلي الضفاير، وانفضي عنها القلق، وخلي بالك من الحلق، ده احنا يا مصر معلقين حلم السنين حلقة في ودانك. اتوضي يا مصلية اتوضي يا مصلية من مية عينيا، وعمدي بيها الميدان، وارفعي الصوت بالأذان يسلم أذانك. يا مخلخلة التيجان بدق خلخالك، ومحيرة الخلان انتي مين خالك، ما تقولي انتي بقى مين اللي يستهلك. وريحي عالسور شوية ريحي عالسور شوية، واسمعي اسمعي نكت العيال الملهمة واستمتعي، واطلقي الضحكة حمام يملى السما، اضحكي من القلب لما تدمعي، ده الضحكة ليها زمان والله بتشتقلك. وبدور النيل بالصواري وبدور النيل بالصواري، وفردي الشال عن النجيلة وروقي، وغني غنوة للعصاري تبهج النفس العليلة تزوقي. وحني شعرك من دمايه حني شعرك من دمايه، وسبلي دنني وسع النيل دوايا اتكحلي، وقلبي كتاب الضماير للنهايه، وغربلي غربلي الناس والنوايا وانتي بتستني الشفق، غربلي الناس والنوايا وميلي، وشوشي النيل الحكايه وانتي بتستني الشفق، وشوفي صورتك المعكوسه في الميه المرايه، هتشوفي اجمل ما خلق، هتشوفي اهلك اجمل ما فيك يا مصر اهلك. أجمل ما فيك يا مصر أهلك. طبعا حلوة جدا يعني، بجد أحييكي. وأنا عارفة إن وقتنا خلص، بس ممكن نقول حاجة كمان، ممكن نقول قصيدة كمان. تختاري إيه؟ ممكن نقول طبق اليوم. طبق اليوم. طبعا طبعا طبق اليوم. مطاعمنا مطاعم ثورية، والشيف مؤمن بالتغيير، طبق اليوم خلطته سرية، طبق اليوم مليان مقادير، بيشر مجالس وطنية وسبعتاشر ألف وزير، واستلموا خلاص الوردية والعدة لب وطراطير، ورئيس وزراء يا كبدي وليا متجوز مجلس شرير، والمجلس زاد التحابيش وبيسلق قوانين قمعية، وبيحشلنا دماغ الجيش إشي جواسيس وأيادي خفية، والجيش خايف من التفتيش بيخبي قصايد ثورية تحت الكاب ويقول له يعيش، والإعلام بيرش الملح حبة انفاق على حبة رتح، يلا يا مصري لقمة هنية طبقك جاي لك على التحرير، عندك أوردر جوز حرية متأخر وبقاله كتير، شطبنا المطبخ يا عينيا الثورة الجاية عليك خير، يا طعمت الثورة السلمية تسلم لي صوابعك يا مو دير. أشكرك يا مروة، شكرا، مروة مأمون، نورتينا ربنا يعني، يخليك، نورتينا جدا. شكرا، ميرسي ليك، شكرا. ميرسي ليك. قصة حلقتنا النهاردة وختامه مسك. بكرة هنكون معاكم حلقة جديدة من نهارك سعيد الساعة 9 صباحا، فريق عمل جديد. يا رب يبقى يومكم سعيد، ويا رب تقضوا ويكند سعيد وايام تعدي بسلام. وما تنسوش تستعدوا، كل الناس بتوع المرحله الثانيه يبتدوا يستعدوا ويذاكروا المرشحين بتوع المرحله الثانيه من انتخابات مجلس شعب الثوره. صباح الفل.